عسلامة مدام. عسلامة ما بنتي. لاباس عليك؟ الحمد لله نحمدوه ونشكروه. محليك وانت تتجلى في حبيب بورقيبه وانت لابسه اسف ساري. عايشك يفضلك ربي يبارك لك، ان شاء الله نتمنوا يرجع اسف ساري. والله توا ولينا مره في الفيل هكا نشوفوا شكون متعجب بالاسف ساري، يذكرنا في الزمن الجميل. زمان يفكركم في ايام زمان، علاش هي ساعات كي تبدا عروسه تلبسوا وبعد تنحي مناسبات وكهو. ليه هي كي تبدا عروسه تمشي للحمام تلبسوا وبعد تنحي تخبي. صحيح، يعني كان في مناسبة خاصة. مناسبة خاصة أكاهو. علاش؟ ما نعرفش تصور، ما نعرفش يحبوا يفقدوا الحاجة العتيقة، ما نعرفش علاش. أنت من وقتاش لابسة السفساري؟ أنا توك عمري 67 سنة. ما شاء الله. وين نلبس فيه توك عندي يمكن 40 سنة ولا 30 سنة. يعني ملي قداش عمرك وأنت تلبس فيه؟ من بعد العشرين. بعد العشرين نلبس السفساري. يعني كانت الطفلة قبل يلزم تخرج بالسفساري، وإلا وقتاش يلبسوه السفساري؟ يعني كي تكون صبية ولا كي تعرس؟ لا بنية ولا معرسة يلبسوه، كلهم يلبسوه. مع واللي ما تلبسش؟ ما تلبسش هذيك حاجة. يعني هي حرة ولا عيب؟ احنا بالنسبة لي أنا كي تبدأ حاجة مستورة ما هوش عيب تلبس السفساري وما تلبس، المهم مستورة، مش كيما تسويك بنيت تو او يقولوا وقتهم. ليه ماهوش وقت؟ هذي عمره ما كان وقت. انا نحب الجبه نحيوها والسفسري نحيو تاع قبل زمان، قبل يحبوا نحيو. عليه علاش تفسخوه؟ عليه ترجعوا بيا محليه. كان قبل اسمه فريد لطرش يغني على السفسري غزلانك البيضاء في حلقه الواد تاعهم. كان شكون ما يحبش السفسري؟ شكون ما يحبش السفساري؟ الناس كلها تحبوا السفساري، فيه سترة. اي سترة. مش حكاية تطور ولا حاجة معناها. لا لا لا. تجي نفرض علينا السترة. لا 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 ماهوش يعني سترة، مش سترة وخفيف، يعني باش تقعد تبدل حوايج تمشي للمرشي تقضي ولا حاجة، هكا السفساري تكب السفساري. صحيح، تكب السفساري، هذه هي كلمتنا. اي هذيك هي تكب السفساري. هذيك هي. حتى فوزي بن قمره غنى على ام السفساري. السفساري بيه السفساري بيه محليه زينه للمراه، كان قبل الراجل اللي ياخذ على فارتها. اسمع يا سيدي. اي بالحق. كيفاش على فارتها؟ يعني ما نشوفهاش، يشوف الفاره نتاعها ياخذها. فهمت؟ مش كيما تسويك. والله هذي تضحك، كيفاش يشوف فارتها يا خو؟ اي قبل كانت بالسفساري. يعني وين باش يشوفها؟ كانت بالخامه، تو كان ما عنديش خامه. بالخامة والسفساري. فهمت؟ هو لا يعرف طبيعتها، لا يعرف وجهها، يعني جست من الفارة. بالفارة ياخذ. أخي قبل ما كانوش بنات العائلات، بنات الوصول، مادام وصلت. توا مادام توا فما بنات عائلات. موجودين، لا عليه ما نقولوش البنات ما عندهم زاد أصل واحد، كل وقت تعطيه وقته. وكاهو. توا هكا كان تخرج بلا سفساري، كيفاش تحس روحك؟ نحس روحي كأني عريانة. ولا نلبس حاجة طويلة وحاجة مسطورة. كي نخرج مثلا نستغنى حاجة مسطورة وحاجة طويلة مسطورة. يعني تستغنى عليه السفساري؟ اي كي نبدا ماشي البقعة مثلا نلبس، اما كي يجي الباب هاكا نتاع السعودية وكا قفطان نتاع المغرب، علاش نحيو الصالة نتاعنا ونمشيو للمغرب ونمشيو للسعودية؟ عليه هاو سفسارينا حلو ومحليه وزينة ومحليه السفساري. السفساري غلي على قبل. غالي هو شنو؟ قبل كيفاش كان سومه؟ اي قبل كان ب 120 هو تويك غالي. وين وحتى ما عادش توا. قداش سومه توا؟ توك يعمل 200 هكاك، مش نقولوا خاطر ما عادش خاطر غالي، هاي تشري شريكه من زارا بك الحسبه. تشري هكا ولا ليه؟ وسفساري ما تشريش، هاي شريكه. هو يقول لك حاشاك شريكه ترخص ولا تغلى مهما كانت، يقول لك ماشي انك حافي ولا تكركيرك في الشليك. نقولوها ولا ليه؟ امثال قبل. هي انا خير سفساري ولا شليك تشريها من زارا؟ اعطيني امثله كنتوا تقولوا فيها قبل تنرجعوا للسفساري. كما نقولوا احنا شيطانك في مكتوبك، او جي نهار ولا شيطان هذاك حاشك، مش شيطان بالتليفون برشا حاجات ساعات ننسيهم انا. ناس بكري قالوا، ناس بكري قالوا. ناس بكري قالوا. هو قواعد قاعدين يمشيوا بها. اي مالا شنيا؟ قال لك كيما نقولوا شنيا المثل يقولوها، رخص الحرير حتى حاشاك تمسح بها الطناجر. رخص.
يعني ما عادش الخص ما عادش. ولا خوذ بنت لوسو ولا على زمن يطول؟ لا ولا بد الظهر يطول، الظهر يطول. اي برشا حاجات برشا حاجات. ديما تقولوا في امثله شعبيه هكا؟ ديما نقولوا في امثله شعبيه، ديما ديما في فمنا، كي تجرى حاجه نقولوها، فهمت؟ ولا كيما قالت مميتي كذا وكذا. كذا وكذا، كيما يعطيك الصح. تو باش نرجعوا للسفساري، لو كان توا ترجع السفساري معناها ترجع توندونس. يلبسوه البنات ولا؟ يلبسوه؟ كي يولي لموذه؟ تو الناس كل تولي بالسفساري كيما السروال المقطع. قبل نقولوا المقطع زوالي السروال المقطع نشوفوا. انت ما تغزرليش لي انا مانيش لابسه سروال مقطع. انت سيدة المشاهدين باش يفهموا علي انا. كي نشوفوا السروال المقطع نقولوا مسكين ما عندوش زوالي. تو كاهو الغلاوه والكوي سروال مقطع ولا غالي ياسر. تبهت كي تشوف سروال مقطع، يعني طفله لابسه سروال مقطع. سروال مقطع. وانت من الجيل الذهبي شنو تقول؟ ما باش نقول بناتي، باش نقول حاجة خايبة ما تجيش، فهمت؟ حاجة خايبة ما تقولش بنات توا. بوها وامها شافوها نورمالمون يقولوا لها لا ما يخرجش علينا مش متعودين به الشيء هذاك. أي فهمت؟ قلوبها مستورة شبيه، ثم لموذة شبيه طويلة عيب، ولا ديال يدينا الطويلة عيب، ماهوش عيب ولا حاجة مستورة ولا شاب مذخم ماهوش عيب، راه لازم لا حاشاك تعري روحها وتعري. ثم لبسة مستورة ومذخمة. ثم مستورة وثم مش مستورة، علاش نمالوا في الأجانب احنا؟ نتاعهم شباب ما يقلدوناش هما، ما يقلدوناش هما، يقلدوناش في رمضان، يقلدوناش في عيد الكبير، يقلدوناش في عيد الصغير. ما قلدونيش احنا نقلدوا فين في عيادهم راس العام تبدا بالصف الجيش الكاتو تحتفل بالريفيون ولا لا يعني على العاده الاداريه هي وكهو حاجه حلوه وذاك هو فهمتي بنيتي اما باش فهمتي اما نحتفلوا بالقديد نحتفلوا بالقديد كسي بالقديد بتاع راس الهجري فهمت نحتفلوا بالملوخيه نتاعنا العاديه اما باش نحتفلوا بالحلو الواحد بلا لا لا كاتوك لا لا مش نتاعنا مش نتاعنا. على كل يعطيك الصحة مرحبا بيك، نخلي لك الكلمة الأخرى هكا كان تحب تقدم تحية للعائلة نتاعك. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يصونهم وإن شاء الله ربي يعطيهم والشعب التونسي إن شاء الله بخير وإن شاء الله فلسطين تاخذ الاستقلال نتاعها وإن شاء الله يا ربي يرحمنا بالشتاء. ربي غاضب على أمته إن شاء الله يا ربي يغيثنا وكهو يا ربي إن شاء الله وكهو عايشك.